السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أبنائي وبناتي الطلاب، سعدت بلقائكم اليوم. سوف أقدم لكم اليوم مادة التربية الفنية للصف الأول متوسط، معكم معلمتكم حصة رميح. نستعرض سويا قوانين التعلم عبر قنوات عين. بداية يا أبنائي وبناتي، أبحث عن مكان هادئ للتعلم وجهز الحاسوب أو الجوال استعدادا للدرس. أجلسوا جلسة صحيحة، أتعلم جيدا حتى أتفوق يا أبنائي وبناتي، وأستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث، وأجلس حتى انتهاء الوقت. إلى أولياء الأمور، أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة. المادة هي التربية الفنية، المجال المستهدف الفني، والمجال المساند الحركي الدقيق. عنوان الدرس: مجسمات خزفية مفرغة. الهدف العام: معرفة تنفيذ خطوات عمل مجسمات خزفية. الأهداف الخاصة: أن يتعرف الطالب والطالبة على كيفية التعامل مع العجينة الطينية، أن يذكر الطالب والطالبة طرق التشكيل بالطينة الزخرفية، أن يعمل الطالب والطالبة مجسم بالضغط على الطينة الزخرفية، أن يزخرف الطالب والطالبة المجسم الخزفي، وأن يترك الطالب والطالبة المجسم أسبوع ليجف. مجسمات خزفية، ماذا نشاهد؟ أحسنتم، نشاهد مجسمات أحسنتم متنوعة. قمت بتشكيلها بالعجينة الطينية ثم قمنا بتلوينها. أحسنتم، بعد أن تجوف لمدة أسبوع أقوم بتلوينها. ما هي أساليب التشكيل بالطينة الزخرفية؟ ما هو الأسلوب هنا؟ أسلوب ماذا؟ ممتاز، بالضغط بأصابعي على العجينة الطينية. مثال على المجسمات الخزفية هنا، أستخدم ماذا؟ أحسنتم، مجسمات لفواكه أو خضروات أو حيوانات أو أي شكل أريده، وأقوم بتشكيله باستخدام الضغط، وكذلك استخدام مجسم بلاستيكي أو أكتفي باستخدام أسلوب الضغط. هنا قمنا بماذا؟ بعمل مجسمات خزفية، واستخدمنا اللون الأبيض من العجينة الطينية، وقمنا بعمل ماذا؟ أحسنتم، السمكة والفلفل. الأدوات المستخدمة في العجينة الطينية وهي أداة أحسنتم رئيسية لهذا الدرس، أجدها في المكتبة. العجينة الطينية وتختلف درجاتها، أحسنتم، وأجدها في أحسنتم في المكتبة. وهنا من الأدوات المستخدمة وهي قوالب بلاستيكية جاهزة، أستخدمها بالضغط وتشكيلها، أو أن أقوم بالتشكيل باستخدام أداة بلاستيكية. وهنا من الأدوات أجدها في المكتبة للتعامل مع العجينة الطينية، قد تكون بلاستيكية أو خشبية. ما الفائدة من هذه القطعة؟ وهي قطعة قماش. ما الفائدة منها يا أبنائي وبناتي؟ نسترجع درسنا السابق، ما الفائدة منها؟ أقوم بتغطية، أحسنتم، العجينة الطينية كي لا تجف بسرعة فتتشقق، فلا بد من تغطيتها. خطوات عمل مجسمات الخزفية المفرغة، هنا نجد ماذا؟ عجينة طينية باللون البني، قمنا بتشكيلها، أحسنتم لتشكيل. ماذا نشاهد هنا؟ أحسنتم، أناناس أو أي شكل آخر. ننتقل للتطبيق العملي يا أبنائي وبناتي. وماذا أحتاج في التطبيق العملي؟ أحتاج لمكان للعمل وعجينة طينية. هنا أقوم بحفظها باستخدام كيس بلاستيكي. وهنا ماذا نشاهد؟ أحسنتم، هنا قماش أقوم بتغطية العمل بعد الانتهاء منه. وهنا قوالب مختلفة بأحجام مختلفة بأشكال مختلفة، أقوم بماذا؟ باختيار القالب المناسب، ثم أقوم بعمل، أحسنتم، بعمل المجسم. وهنا أحسنتم، قطع بلاستيكية أقوم بماذا؟ بزخرفتها. هنا نشاهد من الأعمال، أحسنتم، الذي قمنا بعملها أعمال كثيرة، منها ماذا؟ حيوانات، أحسنتم، أو فواكه وخضروات، وهنا شكل السمكة. ممتاز يا أبنائي وبناتي، لابد أن أترك العمل يجف لمدة أسبوع، وأنا أقوم بماذا؟ بتغطيته باستخدام القماش، ثم أقوم بتلوينه. ومن الأدوات المهمة هنا، أحضر قفازين
للعمل، أحضر قفازين للعمل، أقوم بلبس القفازين هيلات التسخ يدي من العمل. أحسنتم، سوف أقوم بعمل ماذا؟ القالب، السمكة، وأقوم أحسنتم بأخذ قطعة مناسبة للحجم المناسب من العجينة الطينية، ثم أقوم بتسكير الكيس، ثم أقوم بماذا؟ أحسنتم بالضغط والتأكد من أنها مناسبة لي، أستطيع زيادتها كذا عندما أحس أنها ماذا؟ أشعر أنها أحسنتم صغيرة، ثم أقوم بالضغط على العجينة الطينية واستخراج الهواء من العجينة الطينية قبل التشكيل. أقوم بالضغط واستخراج الهواء من العجينة الطينية، ثم أقوم بوضعها بالقالب المناسب. ممتاز، وأخذ منها ماذا؟ الزائد عن القالب. ممتاز، وأتأكد من أن لا يكون هناك زيادة للعجينة الطينية. ممتاز يا أبنائي وبناتي، هنا أتأكد منها. أحسنتم يا أبنائي وبناتي، هنا ماذا شكلنا باستخدام السمكة؟ سوف نقوم باستخراج، أحسنتم، مجسم السمكة ببطء من القالب البلاستيكي. نستخرجه ببطء من القالب البلاستيكي، نشاهد ماذا؟ أحسنتم، مجسم السمكة، وأقوم بتحديد ماذا؟ أحسنتم، أطراف القالب. هنا نشاهد ماذا؟ ممتاز، هنا نشاهد ماذا؟ أحسنتم، السمكة باستخدام ماذا؟ الطينة الزخرفية قمنا بتشكيل السمكة. وأقوم بماذا؟ أحسنتم، بحفظ متبقي من العجينة الطينية في كيس بلاستيكي. وماذا؟ أحسنتم، تغطية العمل باستخدام القماش لمدة أسبوع. هنا نشاهد ماذا؟ سمكة أخرى قمنا بعملها. أحسنتم، بعد أن تجوف لمدة أسبوع أقوم، أحسنتم، بالتلوين. بعد الانتهاء من العمل أقوم بإعادة الأدوات إلى مكانها. أحسنتم يا أبنائي وبناتي، أداء رائع، بارك الله فيكم. لتعميم هذه المهارة على أولياء الأمور، تعميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة لعمل مجسمات الخزفية، تجب مراعاة الآتي عند اكتساب هذه المهارة: أن يشترك من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا، أن تجزأ هذه المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها، مراعاة قدرة وإمكانيات الطالب والطالبة عند التدريب. قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، كانت معكم معلمتكم حصة رميح، إلى اللقاء.